يعطيكم العافية. من زمان والله. أهلين وسهلين بنتي، كيفك؟ منيحة خالي فاطمة، شو بدكم مساعدة؟ بدي سلامتك، زهرة هون عم تساعدني. لا تعذبي حالك أنت بنتي. ولو خالتي، أنا كمان رح ساعدكم. مثل ما بدك. سونا، نحن لازم نحكي، هيك المفروض مو؟ بشو بدنا نحكي؟ شو ضل ينحكى اصلا؟ انت تجوزت وانتهينا المفروض مو؟ أنا بتشكرك على كل شيء عزت، بسببي وقعت بمشاكل كتير، بس مو بقصدي. رح اشتاق لك وأنا هونيك. بصراحة أنا بكره كتير لحظات الوداع، لأنه بتوجع. رح تطمني عن أخبار زهرة من وقت للتاني مو هيك؟ كأنك كنت عم تقلي شي وأنا خفيت؟ ملاك، ليش تأخرتي؟ قرب وقت الطيارة ورح نتأخر، لازم نطلع بسرعة. يلا جاي يا أمي، أنا أغراضي كلهم صاروا جاهزين. ملاك، وأنا رح اشتاق لك كتير. هي كمان كثير حلوة، عن جد شكرا لك. تلبسيها بالهنا يا بنات، ما ادري طول انسة ملك رح تترك. انت هلا اللي سمعتي، انا تعرفت على الانسة الجديدة اللي اجت بدالها. شو قلتي؟ عن جد الانسة ملك بدها تترك هون وتروح؟ بلا، درينا انه هي واهلها اليوم بدهم يسافروا على اسطنبول. خالي فاطمة، خالي فاطمة. شبكي زهرة؟ شوفي الأنسة ملك رح ترجع اليوم على اسطنبول، هيك كانوا عم بيقولوا. إيه وإذا رجعت يعني؟ وقفتي لي قلبي من الرعبة، شبك؟ تروح الله معها. الله يوفقك خالي فاطمة، الله يخليكي، خليني روح شوفها. بترجاكي بترجاكي، خليني.
بنتي شو صار لك جنيتي انتي؟ إذا عرفوا إنك طلعتي برات البيت شو رح يعملوا فيكي؟ لورين خانم وقتها ما رح تسامحك بحياتها. بوعدك وحياة الله خالي فاطمة، ما حدا رح يشوفني وقت أطلع من البيت بنوب، ولا رح طول برجع دغري. لازم روح هلا وقفها للأنسة. بعرف إنه هي بسببي بدها تروح من هون، والله دغري برجع خالي فاطمة والله. خلص ماشي روحي، بس بترجعي فورا لا تطولي وتعلقيني بلسانه، فهمتي؟ يلا يا ملاك هيك رح نتأخر. أنسي ملاك لا تروحي هيك وتتركيني، الله يخليكي لا تروحي. المساء رح نتعشى سوا باسطنبول شي مطعم يكون محترم ومنرجع ايام زمان. هالمشاكل اللي هون خانقتنا ونزعت مرائنا كتير. بكره رح نتسلى كتير. عم تسمعيني بنتي؟ سامحيني يا زهرة، سامحيني غصب عني، تركتك ورحت، ما كان بدي اتركك بين ايدين هالمتوحشين هدول لحالك، لانه هدول الناس ظالمين، ارضهم ناشفه على عودك الطريق، رح تتبلي عندهم. سامحيني سامحيني يا زهره. ليش تركتيني لحالي؟ ليش يا ملك؟ أنا شو عملت؟ كيف بدي أرجع لاقيكي؟ صار في بيناتنا عقبات كتير يا حبيبتي، اشتقت لك، اشتقت لك كتير، ما راح أنساكي، ما راح أقدر. بتمنى انت كمان ما تنسيني. هالبنت كتير حبيتها ومناسبة لعزت، ايه وعيلتها معروفة كتير ومن مستوانا كمان، والبنت كتير مرباية وأخلاقها عالية ما شاء الله عليها،
كتير منيحة هالبنت يا مرت عمي، وحلوة كتير كمان، والله من قلبي حبيتها. استني لنشوف ابنك إذا رح تعجبه البنت بالأول. وليش حتى ما تعجبه البنت؟ سونا بنت بتجنن، أهلها عرفوا يربوها كتير منيح، وفوق كل هاد ما رح يلاقي بنت بحلاوتها ما شاء الله. إذا على حلاوة فالبنت كتير حلوة، بس عزت عينه بالمعلمة، الدنيا وبناتها مانن بباله وما بيعبوا عينه. المعلمة مسافرة اليوم بهي، عزت أكيد ما رح توقف حياته عند وحدة تركته وما سألت عنه. هلا وبعد كل اللي صار معنا مو معقول عزت يقول لا لست لورين. الآن ملك تركت الضيعة ورجعت على اسطنبول بسببي، بعرف ما كان بدي إياها تتعذب معي، يا ربي كان بدي أشوفها قبل ما تروح. ليش هيك عم تبكي حبيبتي؟ الدنيا بدها ايانا نشوف حقيقة البشر. لا تخافي، الله ما بينسى، كل شي بوقته. هوزت حاله قدامي. لوين نازلة بنتي؟ بابا بدي انزل شوفه. شو يعني منترك الزلمة بعد ما دعسناه؟ معقولة هذا الحكي؟ لك هذا اكيد مجنون نط بالطريق فجأة، ويمكن وراه شي مصيبة كبيرة، بلا ما تصير شي مشكلة مالنا عدة. سكري هالباب بقى يلا. استني انا جاية معك. ساعديني، طول بالك شوي، طول بالك. ورجيني هيك أمي، يا الله ليكي هذا عم ينزف، يمكن كسرت رجله، وإذا ضل عم ينزف يمكن يموت. شو بدكم تعملوا له يعني؟ هلا بنطلب الإسعاف وهن بيجوا بيشوفوا. لا 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 تجيبوا الإسعاف، ما بدي القصة توصل للشرطة بخيلكم. أيوة مجرم، ما شفتي ملاك طلع مطلوب، امشوا يلا. بابا شو ما كان يكون، مو معقول نتركه بالطريق بهالحالة هاي. عم ينزل، حالته سيئة كتير. اختي بتشتغل ممرضة، فيكن تحاكوها. نور، اسمها نور يلي بتشتغل بالمشفى الحكومي مو؟ ايه مزبوط. اسفة، هذا اخوها للممرضة نور، كانت تحكي لي عنه، انا بعرفه. مو شغلتي وما بهمني، نتصل فيها بتجي بتشوفه. يلا خلونا نمشي، ما بنعرف مين لاحقه لسه، وبعد شوي اكيد بيوصلوا لهون، ومشان نوقف نساعده له بنلاقي حالنا وقعنا بشي مصيبه. الوظيفة اليوم صعبة كتير يا بنات، انا خايفة ما اعرف حلها منيح، بس لازم حلها لانه عليها علامات كتير. يا ريت لو عندي وظايف كتيرة أنا كمان، حتى لو كانت صعبة ما رح خاف، كنت حليتها وما اشتكيت. مدرستي ورفقاتي اشتقت لكم كتير. هاي ستي لورين. يا الله أوف، أنا هلأ شو بدي أعمل يا ربي؟ الأنسة صارت تخانقها ليش ما عم تنتبه على الدرس، ومن يوم ما صارت تشارك معنا بالدرس وتنتبه كمان. برافو عليها، برافو. الشاي تبعنا خلص خالتي فاطمة، جيبي لنا كمان. هلأ رح ضب الصحون وبروح بجيبه تكرمي. زهرة وينا؟ ليش خليها هي تجيبه. طيب طيب انت خليكي مع رفقاتك وانا رح جيب لك الشاي لعندي. زهرة وينك لهلا؟ رح يحسوا انك برات البيت.
يا الله لازم ارجع بسرعة قبل ما تيجي ستي لورين عالبيت. تفضلي بنتي، تفضلي. شرفي نجلاء. أمي وستي وصلوا لكم. يا الله زهرة تأخرت ورح توقع القصة براسي. ما شاء الله. مو مشكلة عيوني، هلأ نيفين بتنظف السجادة. نطفيها بالصابون وفركيها منيح مشان البقعة ما تعلم. أنا رح أفتح. بابا؟ أمي إجا بابا. الله لا كان جاب الغلا. أهلين بابا. رفوفة طلعوك لأنك بريء وما عمل شي. ما أنا قلت لهم مستحيل بابا يعمل هيك. عرفوا أني بريء يا بنتي، أبوكي ما بيعمل هيك. ألو شو هالخلقة؟ عالم قال لي قولي الحمد لله على سلامتك. شبكي شو هذا يا عمي؟ نورت. اهلا وسهلا. منوره بوجودك بنتي، اهلا وسهلا. تفضلي على زمتي. الواحد ما بيلاقي احلى من بيته. الواحد برات بيته بيضل جوعان ومتبهدل وما حدا بيسال عنه. قومي حطينا لقمة ناكلها، صار لي من امبارح على لحم بطني، ميت من الجوع انا، يلا. كنتنا اكله غير شكل، هلا هي بتعمل لك العشاء. حاضر يا مرت عمي، بس طول بالك علي شوي، اليوم رح خليك تاكل من ايدي اطيب عشاء دقته بحياتك. ايه والله يا بنتي الله يرضى عليكي، انت الاكل من تحت ايديكي بيشفي العليل من علته، يخلي لي اياكي يا بنتي، ها؟ كنة بتتقل بالذهب، تعلمي. هلو ضهي، ريحتك لساتها فيها. ساعة، وين الساعة اللي وقعت منها؟ خير؟ شوفي ليش عم تتمشوروا بهالوقت؟ في خطر علينا وشوي تاني رح ننكشف. ولسه عم تحكي عن المشورة يا عدنان آغا؟ حسن الشاب اللي كان بيشتغل معنا قدر انه يهرب قبل ما يحكي شي لحدا. لازم نرجعه لبين ايدينا.
وكيف هرب من بين ايديكم بقى؟ هدول الزلم شو عم يعملوا؟ تركنا هلا من هدول. حسن هالندل بيعرفك منيح وبيعرفني انا كمان. وحضرتك اكيد ما بدك حدا يعرف بتهريب المخدرات ببضاعتكم ولا انا غلطان؟ شو انت جنيت يعني؟ شو هالتخبيص اللي عم تقوله؟ هالخبر اذا بينتشر بيكون ما ضل لي مكان هون. بهالحالة لازم انت تساعدني. هالولد لازم نلاقيه باسرع وقت. نحن قوصناه يعني ما بيقدر يهرب لبعيد كتير، الا اذا حدا ساعده وقتها رح يتغير كل شيء. اذا بيحكي لحدا عن شغلنا حسان رح يجيب اخرتنا، ونحن لازم نقتله ونسكر دفتره هو ويلي معه. اخته هون، ما حدا غيره بيساعده. الشباب مراقبينها لا تاكل هم. اذا بيفكر يجي لعند اخته رح اقتله بارضه. اما اذا كان بمكان تاني وما قدرنا نوصل له ونخلص عليه قبل ما يحكي، نحن منكون انتهينا. مع السلامة، نشوفكم. يلا باي سنة وانتي سالمة. نجلة وانتي سالمة، كتير انبسطنا اليوم يا نجلة. يسلموا، بس لا تنسي تعطيني نسخة من الصور. انتي لا تاكيهم، حتى رح اطن على الفيسبوك، انتي فيكي تسحبيهم. لا الفيسبوك بلا، حتى ما يغاروا يلي ما اجوا معنا اليوم. وليش ما اجوا؟ شو نعمل لهم؟ يلا باي. مع السلامة. يلا خالي زمرد عن إذنك. ديروا بالكن على حالكن منيح وعيدوا وقت. إن شاء الله. سونا، خلي أمك تجيبكن وزورونا بنتي. رح أقول لها خالي زمرد أكيد. شو بدي أعمل بهالمشكلة؟ أنا كيف بدي فوت على البيت هلا؟ أمي ليكي، هدول جابوا لي هون رفقاتي. وين زهرة؟ وين هالبنت؟ ليش ما لها عم تساعدك؟ إلي ساعتين ما شفتها هون بالبيت، وخالتي فاطمة اشتغلت كل شي لحالها. بتكون أكيد غيرانة مني، لأنه أكيد شافت الهدايا اللي إجوني اليوم. زهرة جوا، كانت عم تساعدني بالمطبخ من أول الحفلة لهيك ما طلعت. من شوي قلت لها تطلع وتضب الغرف، بتكون فوق، رايحة ناديلة. إيه، معناتها بدي ارتاح شوي، ولما بيجهز الغدا بنزل لهون. وانا رح اغير ثيابي كمان. بنتي هاتي لنشيل هالاغراض انا وياكي من هون، حاجه من توري. ليش تأخرت هالبنت؟ والله هيك رح تجيب آخرتي وآخرتها سوا. ها شرفتي؟ لك وينك؟ ليش تأخرتي كل هالقد يا بنت؟ ما قلتي إنك رح ترجعي لهون دغري؟ سألوني عنك كلياتهم، ضروري يعني تخليني أكذب على لورين خان ومشان حضرتك؟ مو قصدي أتأخر، أنا كتير آسفة خالة فاطمة. ليش كل ما حدا يساعدني بدايقه؟ شبكي صاير شي معك يعني؟ لا، كنت بدي اشوف الأنسة ملك قبل ما تسافر. راحت. شو هالقصة هي؟ وين بدها تروح يعني؟ شيخ
أهلين عمي. كيفك يا ابني؟ يعني كيف بدي كون؟ ما عاد فارق معي شيء. سافرت ملك اليوم؟ ايه، مثل الخيال، اجت وراحت. انت لسه موجود. اي شيء بهالحياة خيال، بالعقل مو موجود بس بالقلب هو حقيقة. واذا انت عن جد يلي بقلبك حقيقي، الحياة بتعطيك فرصة تانية لتحقق حلمك. القدر مخبي لنا شغلات ما بنتخيلها. ان شاء الله يا عمي، ان شاء الله. شو جابك لهون؟ انت شو يلي عم تعمله هون؟ اللي شو في عزات؟ انا كنت هون عم دور على ساعتك يلي ضاعت. شو رجعكم؟ اكيد بطلتوا تسافروا صح؟ مو بقصده بابا، دعسه. هذا حسن مو؟ اي مزبوط. أخوكي وينه؟ وينه حسن؟ أحكي اسأله قله. ليش مانو عنده؟ سكري تمك واسمعيني، اوعك تكذبي علينا، فهمتي؟ حسن وينه؟ وين مخبينه؟ ما بعرف وينه، والله ما شفته اليوم. ما بعرف وليك. ما بعرف وينه حسن، والله ما بعرف وين بيكون متخبي. ها؟ ليش مين في له بيحضيع غيركم انتو؟ ها؟ ما بعرف وينه. اليوم او بكره رح لاقي لهالخاين، وبدي علمه شلون يتجرأ ويخوني. رح خليه يدفع ثمن هالغلطه معي غالي كتير، وبوقتها اخوكي رح يتمنى الموت، فهمتي؟ عواد تركها رح تموتها. ولك تركها، عم تقلك ما بتعرف وين اخوها بدك تموتها؟ ما بيهمني. إذا قتلت أنسى أخوه وأنسى مكانه. اسمعي، بتجيبي لي أخوك الخاين، عم تفهمي علي؟ ومعه كل اللي ساعدوه، مفهوم حكي؟ أمي خلص اهدي. حسن النين بيعرف هالمجرمين هدول. نعم ملك. نور اسمعي، اخوكي حسن عنا. اخي حسن عندكم؟ ايه عنا، بس هو متصاوب، والمشكلة انه سيء وضعه وما عم بيخلينا ناخده على المشفى. مشان هيك جيبي اغراضك وتعالي لهون بسرعة. عم حاول اقنع حالي غصبا عني باللي عم تعمليه هلا. هو انسان واخوه لوحده انت بتعرفيها، ولانه هيك القصه انت عم تساعديهم. بس فكري فينا شوي، هيك رح توقعينا كلياتنا بشي مصيبه، وهالشي هذا خطير كتير يا بنتي. هذا يلي عم تعمليه بالقانون اسمه تهمه. هي تورطنا معه ومن تحت راسه راحت الطياره علينا كمان. شرفي بكره لازم نقطع تذاكر مره ثانيه على اول طياره، بس هالمره رح نسافر لو شو ما صار، وما عاد اجل السفره ولا يوم. بكره رح نمشي من هون، فهمتي ملاك؟ ماشي بابا. طيب ما بيصير غير مثل ما بدك، على الاقل خلينا نهتم بحسن ونساعده لبين ما يتحسن. اخ
ألو أمي. وينك أنت يا ابني؟ ستك لورين بدها إياك، قال بدها تحكي معك بموضوع ضروري. أمي أنا هلا عندي شغل مهم، بخلص وبجي. قالت ضروري، لا تنطر ستك، تعال بسرعة. طيب خلص أنا جاي. بدهم ياني ضروري بالقصر ولازم روح. ولا يهمك، نور بتكون صارت على الطريق وما عاد إلا توصل. انتو لازمكن شي؟ عن إذنكم. أبوكي معه حق، اللي عملتيه كتير خطير، ديري بالك منيح. طيب وبتأمر ملاك، مين ما دق ما تفتح الباب، وحاولوا لا تطلعوا لبرا، إذا شافكن حدا بتصير مشكلة كبيرة مناقصنا. أنا شي ساعة وبرجع. خليك مطمن، إن شاء الله ما بيصير شي. بدي أقلك شي، بعرف مو وقته هلأ، بس أنا كتير مبسوط لأنك رجعتي. تفضل يا أخي. شو نجلة، كيف كانت الحفلة؟ تسليتي مع رفقاتك؟ ايه كثير تسلينا، وقالوا لي رفقاتي انه كانت مثل حفلات التلفزيون، وفي ناس غاروا بشكل مو طبيعي لانه ما فيهم يعملوا مثل اللي عملته وما فيهم يعملوا شيء. ما بصير تفكري ابدا انه في حدا غيران منك، مشان كل اللي عندك يدوم لازم تعرفي قيمته. عدنان، سألت خطيبتك إمتى راجعة ابني؟ بدها تتأخر أكثر بماردين؟ رح تبقى كم أسبوع كمان. كانت راجعة هالأسبوع هاد، شو صار؟ وشو بيعرفني أنا؟ بلكي الجماعة حبوا يضلوا كمان. وليش ما سألتها بقى؟ وما قلت لها ليش ما أجيتي لهلأ؟ ما بدي، خلصنا. بسيطة، بس ترجع بخير وسلامة نعمل العرس. ما عم بفهم ليش تأخرنا هالقد من الأساس، أمور العرس والعيلة ما بتتحمل أي تأخير أبدا. خير البر عاجله، بالذات بهيك شغلة الواحد ما لازم يتأخر أبدا. زهرة يلا قعدي كلي، الشوربة تبعك بردت. زهرة يلا روحي روحي تعشي، أنا بكمل ولا يهمني. عزت، وأنت كمان صار لازم تتجوز، حاج تأخرت كتير، حاجتك يا ابني لازم تعمل عيلة وتستقر. نصيبي ما أجا وقته، بس هذا النصيب أنا لقيته. محمود عنده بنت اسمها سونا، بتناسبك يا ابني. مظبوط الحكي امي، معقول علي تجوز واخوه الكبير لسه لهلا على حاله؟ بس انا ما عم فكر بالزواج هلا ستي. شلون يعني ما عم تفكر؟ يلي مو عاجبك سونا ولا الجواز كله، او لتكون مو حابب البنت يلي اختارت لك اياها ستك. عدنان ما قال شي ولا اعترض لما خطبت له دلال، الاغايه لما حكت ما رد لها طلب. سونا مثل اختي يا مرت عمي. بعد اذنك ستي، صحتين. وهنا امي انا رح موت من الجوع، امتى بقى بدي يجهز الاكل؟ طولي بالك يا عمري، رح تخلص مرت أخوكي الطبخ.
هاي مشوفها. ليك اجت وهي الرز صار جاهز كمان. شو هاد شو هاد شو هالاكلة الطي شو هاد؟ هاد صحنك عمي. شو؟ بعرف الرز محروق شوي بس طعمته كثير طيبة. شكلكم جوعانين. يلا كلوا عوافي على قلبكم. ايه يسلم هالايدين. هاد حبيبي. يلا ابني. دوق عمي دوق. ايه بندوق. خليني فين انا مو جوعانة. مو معقول هالحكي حبيبتي. ليكي كيف كل حبة بحبتها طيبين. هلا بدوق ايدي. شو رايح؟ ايه امي عندي شوية شغل. اجله هلأ. شو يعني كأنك تعودت تكسر كلام ستك لورين وما ترد علي اللي بتقوله؟ شو يلي عم بصير معك عزت؟ كأنك ما بتعرف انه كلهم بدهم حجة عليك وانت هيك عم تعطيهم يلي بدهم اياه بلا ما تسأل. شو بدك يعني اعمل؟ لازم روح اتزوج بنت من عمر اختي لسكتهم مشان يرضوا عني؟ لك مين يلي بدك تتجوزها؟ فيك تقلي مين هي؟ ابني يا عمري شوف قديش صار عمرك هلأ. شو ناطر لسه؟ سونا بنت حلوة وأمورة ما شاء الله وبنت مرباية وما رح تلاقي مثلها. أمي لا تعذبي حالك، سونا ما بتناسبني أبداً. بدك تقلي مين في ببالك غير سونا؟ جاوبني يا عزت، مين في ببالك؟ أحكي. الأنسة ملكي كتير. أنا ركضت وراها بس ما قدرت لحق أو شوفها. ناديت لها بس ما سمعتني. بدون ما أقصد أزيت آنستي وراحت من هون. لا تحكي هيك يا زهرة، أنت ما أزيتيها. شو هالحكي هذا؟ هلأ قلي يعني ما بقى رح شوفها بنوم؟ رح تشوفيها بس مو هلأ. هذا قرارها إلها ونحن ما منقدر نعمل أي شيء. بلكي إذا حكيت معها أنا بتغير رأيه وبترجع. ما بظن يا زهرة، بس إذا حبيتي فيكي تتصلي فيها وإمتى ما بدك. ماشي؟ أنا لازم أروح. أنتي روحي نامي وارتاحي، أكيد من الصبح ما أديتي. زهرة خلصتي مسح الطاولة؟ صارت تلمع كمان خالة فاطمة. اها ايه. جهزتي الفواكه بالمطبخ، روحي خديهم لجوا. طيب ماشي. يلا. كتر خيركم، لو تركتوني هونيك كانوا اكيد مسكوني وأكيد كانوا قتلوني كمان. صدقني ما في شي تشكرنا عليه، هذا واجبنا حسن. بعدين هلأ أختك جاية تشوفك. هلأ بتكون زعلاني مني؟ أمي وأختي تعبوا بسبب كتير. أنت ليش عم تعمل هالشي حسن؟ يلي بيكونوا بعمرك لازم يكونوا شايلين بإيدهم ألم بدل السلاح. ليش اخترت تقضي شبابك بالجبال مو بالمدارس؟ ما بتصدقيني إذا بقول إني كنت مخدوع فيهم. مو كتير صعب هالناس هدول يقدروا يسمموا عقول الشباب، بيحكوا مع الواحد كلمتين ما بيلاقي حاله غير معهم. أنا من أول يوم فهمت كل شي بس القرار وقتها ما عاد بإيدي. كان لازم تفهم هالشي هاد قبل ما تمشي معهم حسن. وقتها كان فيك تكمل دوامك بمدرستك، وأنا متأكدة إنك كنت بتقدر تلاقي شي مهنة محترمة، هيك كان أحسن إلك ولعائلتك. حتى كنت قدرت تساعد أمك وأختك على الحياة، ما هيك؟ الحق معك أكيد، بس مو سهل الواحد يخلص منهم هيك.
أنا نور. عواد ورجال عم يراقبوني بس ضيعتهم مشان هيك تأخرت. يلا فوت حسن أخي.